عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. لغتنا العربية لغة جميلة وغنية جدا، بيتكلمها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم. ب 18 ديسمبر من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية، وهذا اليوم مهم جدا لنضوي على أهمية هذه اللغة وكيفية تعزيزها، دلالة ومعانات هذا النهار، وأيضا المعوقات اللي عم بتواجه اللغة العربية خاصة بعصر العولمة. موضوع فقرتنا اليوم مع ضيفتي دكتور جنان بلوط، وهي باحثة في اللغة العربية وأستاذة جامعية. صباح الخير دكتور جنان. صباح وينعاد عليك. أعياد مجيدة. سعيدين تكوني معنا اليوم لنحكي عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع اللغة العربية اللي هي لغتنا الأم اللي بنعتز ونفتخر فيها، إنما للأسف أكيد عم بتواجه تحديات كتير كبيرة اليوم. خلينا نبدأ باليوم العالمي للغة العربية، وهو يوم عالمي لمنظمة اليونسكو ب 18 ديسمبر بنحتفل فيه كل سنة، وهو التاريخ اللي صارت فيه اللغة العربية من اللغات الرسمية بمنظمة الأمم المتحدة. شو هو هيدا النهار وشو أهميته برأيك؟ هذا العام هو الذكرى 50 لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة. حلو. والهدف من هذا الإعلان هو إيقاظ الوعي بتاريخ اللغة العربية التي فرضت حضورها على الحياة الفكرية والأدبية والعلمية العربية والعالمية. نعم. ولتعزيز التنوع الثقافي وحوار الثقافات. نعم. فالفكر كتب بالعربية، ولولا الحضارة العربية لتأخر عصر النهضة الأوروبية كما يقول المفكر الفرنسي جون باتيست بروني. أوكي. حلو. اليوم العالمي للغة العربية كلنا كشعوب عربية معنيين نكون عم نحتفي بهيدا النهار وبهيدي اللغة بالتحديد. شو الفعاليات اللي بتصير عادة عالميا أو حتى بالبلدان العربية؟ هناك أنشطة كثيرة تقام إن في البلدان العربية أو عالميا من أجل تعزيز وتصحيح التعامل مع اللغة العربية، ومن أجل الحفاظ عليها، ومن أجل الإضاءة على تاريخها، وهي اللغة التي مدت جسور الحضارة بين الأمم والشعوب وجسور التواصل والتلاقي. نعم. عم تحكي دكتور جنان عن تصحيح خلل ما، عم تحكي عن تصحيح، يعني في خلل، وين الخلل؟ أين يكمن الخلل اليوم؟ يعني في هذا القرن الحادي والعشرين التكنولوجيا الحديثة دخلت إلى كل مجال من مجالات حياتنا، وغيرت شكل العالم وأثرت على كل شيء، وكان من الطبيعي أن تؤثر على اللغة العربية. نعم. ولكن التحدي الأبرز هو تكيف اللغة العربية مع التكنولوجيا الحديثة. نحن نستعمل كلمة تكنولوجي في تحدثنا وفي كتاباتنا، ولكنني أريد أن أشير إلى أن مصطلح تقني، وهي كلمة محدثة وردت في معجم لسان العرب لابن منظور بمعنى توظيف العلوم في أمور عملية. وهذا المعجم أنهى ابن منظور تأليفه سنة 690 هجري. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عبقرية اللغة العربية وعلى تفوقها، وعلى أنها فيها من المرونة ما يمكنها من التكيف مع مقتضيات العصر. ولكن نفاجأ بالموقف الفكري السائد على الساحة العربية الثقافية القائل بعدم تماشي اللغة العربية مع الحضارة الحديثة، واتهامها بالتقصير في التعبير عن المعنى. وهذا الموقف غير مصوغ، لأنه قياسا إلى قدرة اللغة العربية وتفوقها. من هنا علينا أن نبحث عن الحلول لإعادة تصحيح تعاملنا مع اللغة العربية ولإعادة دورها الحضاري المحوري. هل فينا نعتبر اليوم أن اللغة العربية في غربة عن عصر التكنولوجيا؟ اللغة العربية ليست صعبة أولا، وإنما طريقة تعليمها هي التي تجعل دارسيها يعتقدون في صعوبتها. وأزمة اللغة العربية ليست داخلية، أي ليست في علومها، فاللغة العربية هي لغة مبدعة صرفا ونحوا وتركيبا وأضدادا ومفردات واتساعا وغنا واشتقاقا وتعريبا. إذن المشكلة تكمن في أهلها، أهلها الذين نحن يعني أهل اللغة العربية. نعم، الذين لا يلقون بالا للغة العربية، والذين يهملونها تحدثا وكتابة وقراءة، وينصرفون
إلى اللهجة العامية وإلى اللغات الأجنبية. وهذه الثنائية غير متكافئة، لأن اللهجة العامية واللغات الأجنبية تكاد تبتلع الساحة الثقافية العربية، وتعبر عن أقصى ما وصلت إليه اللغة العربية من ظلم على أيدي أبنائها. وهذه قضية مهمة تستدعي منا التفكير في حلول من أجل تصحيح تعاملنا مع اللغة العربية وإعادتها إلى موقعها الحضاري المحوري. دكتور جنان، تتحدثين عن الحلول، ما هي الحلول المطروحة؟ هنالك حلول كثيرة. أولا، نستطيع أن نبتكر بقوة ابتكارنا أساليب وتعابير جديدة لكي تمتلك اللغة العربية ثقافة العصر، ولكي تصبح إحدى أمهات لغات الحداثة كما رآها الشاعر أنسي الحاج في أدب جبران. هذا حل من الحلول. هنالك أيضا يجب أن نزيد الوعي بأهمية اللغة العربية، فهذه اللغة التي وسعت كتاب الله لن تضيق بإيصال معنى العلم والمعرفة. أيضا يجب أن تكون لغة تعليمنا في المواد التي تدرس باللغة العربية، في حصص اللغة العربية، باللغة العربية الفصحى. لماذا؟ أنا أحكي عن المواد العلمية وغيرها من المواد. أنا أتحدث عن اللغة العربية وعن المواد التي تدرس في اللغة العربية، لأن التلميذ لا يصغي إلى هذه اللغة إلا في حصص اللغة العربية، فكيف سيكتسبها؟ هو لا يصغي لها لا في البيت لا في المنزل لا في الشارع. إذن هنا التشديد على أن تكون لغة تعليمنا في حصص اللغة العربية وفي المواد التي تدرس باللغة العربية، اللغة العربية الفصحى. كما أن هنالك التأكيد على دعم مجامع اللغة العربية التي تعمل على المحافظة عليها وعلى تطويرها من أجل إبقائها رائدة في كل مجتمع، وهي لغة رائدة وقادرة على تخطي الزمان عصرا فعصرا. ثم هنالك تحديث المناهج، يعني جعل التكنولوجيا الحديثة في خدمة اللغة العربية، وذلك بإدخال التقنيات الحديثة والطرائق الحديثة والوسائل الحديثة من أجل تقريب اللغة العربية إلى نفوس التلاميذ. هل هي بعيدة اليوم عن نفوس الأجيال الجديدة؟ إنها بعيدة جدا، وذلك كما قلنا لأنهم لا يصغون إليها كما يجب، خصوصا في المدارس. عم تحكي دكتور جنان عن البلدان العربية بشكل عام، بس إنما هناك خصوصية أيضا للبنان، نحن كثير بنركز على اللغات الأجنبية. هناك يعني حب للغات الأجنبية وتعلق وهي غنى الأجنبية كمان. وهي غنى، ونحن مع التنوع الثقافي ومع الانفتاح على كل اللغات، ولكن طبعا ليس على حساب لغتنا. يعني الأمم المتقدمة علميا وصلت إلى أعلى درجات التقدم بفضل لغتها الوطنية، كاليابان مثلا لم تستعمل، يعني فتحت على كل اللغات، ولكن كانت اللغة الأبرز والأولى هي اللغة اليابانية. حضرتك اليوم أستاذة جامعية، يعني على تواصل مباشر مع الطلاب الجامعيين، هل بتلاحظي في ضعف عندهم باللغة العربية؟ هل في مشكلة عندنا بالمناهج المدرسية؟ ما بتحضر الطلاب بشكل كافي ليكونوا متمكنين من لغتهم العربية لما يوصلوا للمراحل الجامعية؟ أنا ألاحظ هذه القضية دوما، وسنة بعد سنة ألاحظ تراجع مستوى المتعلمين في اللغة العربية، وهذا كما قلت يعود إلى التأسيس في مدارسنا في كل المراحل التعليمية. يجب أن نستعمل اللغة العربية الفصحى، لأن اللغة ليست معلومات تحفظ عن ظهر قلب، وإنما هي مهارات تكتسب بالاستماع إلى اللغة العربية الفصحى، وتكتسب بالتدريب والتمرين المستمرين. يعني نستطيع مثلا أن نخفف من محتوى المنهج، نستطيع أن نرجئ تعليم قواعد العربية إلى الصفوف العليا، وأن يكتسب التلاميذ هذه القواعد من دون العودة إلى أحكام القواعد، وذلك عبر السماع إلى اللغة الحديثة. إذن وطه حسين هنا قال مثلا إن اللغة العربية لا تعلم في مدارسنا، وإنما يدرس شيء غريب بعيد عن حياة المتعلمين، بعيد عن عقولهم وعن مشاعرهم. حلو. هناك مسؤولية مشتركة برأيك بين المؤسسات الرسمية، بين الأهل، المعلمين؟
طبعا هنالك مسؤوليه مشتركه بين الاهل، بين المعلمين، بين التلاميذ، بين المدارس، كلهم يجب ان يعملوا على تعزيز اللغه العربيه، لانها هي يعني هي احدى مقومات وجودنا واحدى مقومات وطننا ووطنيتنا، فكيف نتنازل عنها؟ دكتور جينات بتحكي عن اللغه العربيه بكثير من الحب، خبرينا عن علاقتك الشخصيه باللغه العربيه. انا اعشق اللغه العربيه، والذي جعلني اعشقها هم هؤلاء الأدباء والكتاب الذين كتبوا أروع ما كتبوه وخلدت أعمالهم بفضل هذه اللغة الخالدة والجميلة. فينا نعتبر اليوم اللغة العربية هي لغة شعر وفنون وأدب؟ بالتأكيد هي لغة شعر وفن. أولا الشعر والفن هما وجهان اللغة، يعني يعكسان مستوى اللغة، فاللغة هي التي تنتج الشعر والفن، واللغة هي عقل الشاعر وهي عقل الأديب ونظرته وسيلته ونظرته إلى العالم. هذه اللغة هي الجميلة والساحرة طبعا، واللغة العربية أبدعت بمختلف أشكالها وفنونها، وعلى مر العصور الأدبية من الجاهلية وحتى العصر الحديث. قيل مثلا إن المعلقات كتبت في العصر الجاهلي بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة، كما أن التاريخ العربي يشهد على روائع الأدب العربي التي ما كانت لتكون خالدة لو لم تلامسها اللغة العربية وإبداعها. جميل. عم نحكي اليوم عن اللغة العربية كلغة حية اليوم، هل هي لغة قيد التطور تعتبر؟ نعم، كل لغة تتأقلم مع كل عصر وهي قيد التطور، ومن خاصية اللغة العربية المرونة التي تجعلها متكيفة مع كل عصر وتجعلها عابرة للزمان عصرا فعصرا. طبعا هي لغة متطورة، ولكن تطورها يقع على عاتق أبنائها الذين يجب ألا يتخلوا عنها وألا يهملوها. هل يتم إدخال يعني تعابير، مفاهيم، كلمات جديدة على اللغة العربية سنويا؟ نحن عندما ننظر إلى تطوير اللغة العربية لا نفكر بإلغاء قواعد صرفها ونحوها، كما قلنا هي لغة مبدعة صرفا ونحوا، وإنما في إدخال تراكيب وأساليب جديدة تجعلها تمتلك ثقافة العصر، وهذا ما نقرأه في أدب جبران مثلا. اللغة الرشيقة، اللغة الجميلة، اللغة الرصينة، وفي أعمال الكثير من أدبائنا وشعرائنا. من أهمية اللغة العربية أن لغة قادرة على فينا نقول بناء جسور أو تعزيز حوار بين الثقافات، ماذا عن هذا الدور؟ نعم، اللغة العربية أدت دورا كبيرا في بناء جسور المعرفة والتواصل بين كل شعوب العالم، ومنذ القرن الثاني الهجري أقبل علماء أوروبا على النهل من علومها، وعلومها كلها آنذاك كانت مدونة باللغة العربية. هي لغة ساحرة وعبقرية ومبدعة باعترافي ليس فقط يعني أدبائنا وكتابنا، وإنما باعتراف المفكرين الغربيين الذين سحرتهم اللغة العربية ورأوا أنها بإمكانها أن تعبر عن معان ليس بإمكان أي لغة أخرى أن تعبر عنها. كيف مننقل اليوم هالحب اللي عنا لغتنا العربية لأجيالنا الجديدة برأيك بطريقة عملية؟ إذا بدنا نعطي هيك بعض النصائح اليوم للأهل للمربين، كيف ممكن نعزز تعلقنا باللغة العربية لنحافظ على هاللغة؟ تعزيز حب اللغة العربية يبدأ منذ الصغر، من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الجامعية، وذلك كما قلنا بتحديث طرائق التعليم وباستعمال الوسائل الحديثة السمعية والبصرية، وبجعل التكنولوجيا الحديثة في خدمة اللغة العربية، يعني استعمال تكنولوجيا التعليم في اللغة العربية، وهذا مما يبعدنا عن الطرائق التقليدية التي تقوم على الحفظ عن ظهر قلب، وجعل اللغة عملية قريبة من حياة المتعلمين. وهذا يتطلب يعني تحديث المنهج باختيار النصوص القريبة من حياة المتعلمين، فعندما يشعر المتعلم أن النص العربي الذي يقرأه يعني له شيء إيه يعني عم بيلمسه بطريقة معينة، فهو يرغب في تعلمه ويرغب أكثر في تعلم اللغة العربية وعدم الابتعاد عنها. إذن يجب أن نبدأ في هذا منذ الصغر مع تلاميذنا وخصوصا في المدارس، والأهل أيضا
يمكنهم أن يعاونوا المدرسة بتشجيع أولادهم على القراءة باللغة العربية. نحكي أكيد عن أهمية المطالعة بهالعمر. المطالعة باللغة العربية طبعا لنكون عم نعزز أكيد حب اللغة العربية استخدام وحب اللغة العربية. هل هناك اليوم مجهود واعي لتعزيز اللغة العربية بلبنان؟ هناك مجهودات كثيفة يعني ونراها مثلا في معرض الكتاب، نراها في النشاطات التي تقام طوال الشهر الذي يحتفى به باليوم العالمي للغة العربية، حيث يقصد التلاميذ المعرض ويتطلعون على أحدث المنتجات الكتابية ويشجعونهم على القراءة، وهنالك المكتبات العامة أيضا التي تشجع هذا، ودور الأهل لا ننسى لهم تأثير كبير في هذا، بالإضافة إلى دور المدرسة. قدام هم اليوم كمان يكون عندنا دور نشر، عم بيشجعوا كتاب يمكن شباب صغار بالعمر يكونوا عم بيكبوا باللغة العربية، وقدام نفرح لما نشوف عندنا كتاب لبنانيين جدد عم بيصدر يمكن رواياتهم للمرة الأولى باللغة العربية. من المهم جدا هذا الأمر، ودور النشر لا تقصر في هذا الأمر، وهي تساعد الشباب على إبراز ما كتبوه في اللغة العربية من أجل الحفاظ كما قلنا على اللغة العربية ومن أجل تطويرها. هل من مجهود لازم نكون عم نقوم فيه نحن كبلدان عربية بشكل مشترك بين بعضنا لنكون عم نعزز اللغة العربية على مستوى العالم العربي ككل؟ طبعا يجب أن يكون هنالك مجهودات كبيرة، خصوصا على صعيد المجامع العربية، المجامع العربية التي بالحفاظ على اللغة وبتطويرها وبإدخال كلمات وأساليب حديثة كما قلنا، وربما بالاستعانة بكلمات ربما لم تعد مستعملة، لم تعد كثير مستعملة، ربما نحن بحاجة إليها أيضا. نحكي كثير عن جمال اللغة العربية الفصحى، ماذا عن العامية؟ يعني هل تعتبر بعيدة عن اللغة العربية ولا كمان هي غنى نوعا ما؟ طبعا العامية هي يعني لغة غنية أيضا، والفصحى يعني الفصحى العامية كانت هي لغة فصحى، هنالك كلمات عامية كثيرة في أساسها كانت فصحى، ولكن بتداولها على الألسن تغير شكلها وأصبحت عامية. يعني معظم كلمات العربية هي كلمات فصيحة في الأساس وليست عامية، ولكن أصبحت على هذا الشكل بعد تداولها من على الألسن. بهالشهر اللي عم نحتفل فيه باليوم العالمي للغة العربية، وهيدي فرصة للاحتفاء على مستوى الوطن العربي، شو الرسالة اللي بتحبي توصليها اليوم لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا خاصة الشباب منهم؟ يعني الرسالة سأختصرها في هذا البيت الشعري للشاعر المصري حافظ إبراهيم. نعم. الذي قال: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ حلو كتير. للي حابب يفهم أكثر اللي اخترت بيت هالشعر شو بتقول؟ اخترت بيت هذا الشعر لأن الشاعر يشبه اللغة العربية بالبحر، البحر المليء باللؤلؤ، والذي علينا أن نغرف منه من أجل تطوير حياتنا ومن أجل الحفاظ على وجودنا ووطننا ووطنيتنا. حكي الحال هالبحر واسع جدا وبيستاهل أنه نغوص فيه، لأنه يمكن عمر ما بيكفي لنكتشف كل جماليات اللغة العربية. الحين نكون عم نحتفي فيها مش بس يوم بالسنة، إنما على مدار السنة، وخاصة مع أشخاص مثلك يمكن حريصين على الحفاظ على اللغة العربية، بتبقى لغتنا العربية بألف خير، على أمل أكيد نكون عم نعززها أكثر، بيكون كتار من الأشخاص عم بيتوجهوا لاستعمالها يوميا، يمكن بيومياتهم بعملهم، نكون عم نرجع نقرأ بالعربي، نكتب بالعربي، لأنه هذا جزء من هويتنا بالنهاية وجزء من أمننا القومي نكون متمسكين بلغتنا العربية. أشكرك جدا أستاذ بشارة، وشكرا لأحلى صباح ولأحلى شاشة، شاشة تلفزيون لبنان، وأعياد مجيدة، عسى الله أن يعيدها على الجميع وهم في خير وصحة. شكرا لك دكتور جنان بلوط، باحثه في اللغه العربيه وادبه واستاذه جامعيه، شكرا لك كمان، انا برجع بعيدك بدوري، وشكرا لكل المجهود اللي عم بتقومي فيه لنكون عم نحافظ على لغتنا العربيه. شكرا. مشاهدينا بنتوقف مع فاصل اعلاني قصير وبعده بنتابع احلى صباح، خليكم معنا.